شكلي هيك صحن. لا خلاص جبتهم كلهم. الله يا ميمي المي بارد والله الواحد ايديه بينتعشوا. ايه والله الواحد بيستمتع هو عم بيجلي. ما تطلعي انه بيطلع فيه قشور و اجبار الغسيل للعدس. صحيح العدس هالايام عم يجي كله نظيف بالتعاونيات بس اجباري غبره قشه شي شغله. وبدنا نشمر عليه. هذا حبق. أطف حبق للكبة الحيلة. أطيب شي الحبق لما بيكون أخضر فريش. هيدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طلعين شيء شوفين منيحك يا ميمي اسا من نعمون نعمين شوي هي ليك هدلا حركنا بها هيك شوي جنب الرومي يطلع. بعتقد هيك ما شاء الله ريحة الحبق مع البصل غير شكل يا جماعة. هلا عم نكبر اللكن لأنه الكمية اللي عملناها ما بتساع الصينية. للصحن المعتمد لمية الكبة. ما شاء الله كيف صاروا طريين.
هلا حبايب قلبي البرغل نحن بس منغسله ومنكب المي ومنتركه على جنب لحتى يتش، ما بننقعه بالمي ابدا. نرجع له بعد ساعة أقل بعشر دقايق منلاقيه ما شاء الله صاير طري طري، حبة البرغل بتكون مفتحة ما شاء محسن. هون ولا هيدا لا هيدا ولا هيدا، هول كبار كتير. هيدا سبع بهارات، اجيبي سبع بهارات اذا بدك تحطي. هذا بهار الكبده، ما بدي سبع بهارات، كمون او كمون فينا نستغنى عن كمون. كمان فينا كمون. ما هيك يا ميمي؟ اول واحد يا محسن. انا بحكي ميمي ما بترد. ميمي فينا نستغنى عن بهار الكبده بالكمون وبالسبع بهارات، ما هيك؟ وحبق الحبق حاطينه نحن مع البصل. بيطيبوا الكمون. جيبي الكمون يا بنت. قال اذا ما عملتي كبه من دون كمون ايش بيصير؟ نسيتوا للمثل مريم. اذا لا نسيتوا للمثل، اذا عملتوا كبه بلا كمون شو كملوا لنا المثل انتم؟ نحن نسينا يا جماعه. لكن بنحط برغل بصل اليوم عند امي. شايفه اذا عملت الكبه بلا كمون ما بتنام اليوم عند امون. بس هي لا، هي معناتها شيء ثاني، هي المثل الحقيقي شيء ثاني. كملتها ام حسين من عندها ما شاء الله. فاذا حبايب قلبي برغل متشوش بس انه مغسول بالمي ومحطوط على جنب شيء ساعه، وبعدين بصل وحبق كمون وسبع بهار ورشه ملح. ملح الكبه يا ليلى. قلت لنحط ملح، ليش ما حطيتي من الاساس؟ لانه بس لتحطي الملح اول ما بتنقع البرغل بيطلع البرغل بضل البرغل قوسه. أيوة. ما بيلج مني. هذه فكره جديده انا اول مره بتعملها. بس فركناه هون انا حطينا كل عمري بحط البرغل اول ما ببلش الملح اول ما ببلش بالفرك. انا كل عمري بعمل الكبه يعني بحط وبس بدي بفركه وبس بدي احط اللحمه بحط الملح. اخر شيء ميمي بتحط الملح مشان شو؟ مشان يلج البرغل يعني. هلا احنا هسه ما حطينا لا لحمي ولا شيء. شوفي هون حتى اللحمي هاي هيك هاي كبه كذابه. لا احنا حطينا برغل من الاول ما كان. لو كنا حاطين الملح من الاول الملح كان ما دبق هيك. صار هلا فهمت عليكي. سبحان الله، كل ما يكبر الانسان بيتعلم معلومه جديده. اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسم الله ما شاء الله. وهذا العدس نوعيته ما بده كثير يعني غالي، دغري بيستوي. يلا انا غسل الملح واجي. يلا انا حط لهم ملح وملح من هذا لانه ملح خشن بملح كتير. بس هذا كثير يا ام حسين كانه هذا كثير. ايه لا. بس 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 بيطعم الحين. لا هلا شوف الله يسلم دياتك. ولانه خشن ما في هذا شو اسمه ولا شيء. انا بحب استعمل ملح الخشن بالطبخ لانه بيدوب وهو صحي اكثر. بس ملح المائي ده احيانا شو بعمل؟ باخذ هو نفس ملح الخشن بحطه بالمطحنه البهارات وبطحنها وبحطه على السفره. معك خبر، ملح الخشن بس بدك تعملي شفره الهي الطيبيه مثل او السنيه بتفركي فيها بتطحني فيها ملح خشن او ثلج. والله يعني عم تقول ام حسين شفره المكنه. اي اذا بتلفينا بتطحني فيه ملح خشن بتكون تنسان نسني. سبحان الله. ايه. والله معلومات حلوة اليوم عم نستفاد. الإنسان بيضل يتعلم. هلا بدنا نكورهم بهذا القياس. هاي كبة الحيلة بتكون هيك. شفتوا حبايب قلبي؟ فينا نعملها موديل كمان، نعملها مثل الجورة هيك بالنص. شغلة كتير سهل.
قلت اضرب من على هيك بشطحي. الله ما شاء الله. بس بتعرفي ام حسان ما اخذوا وقت بالمره، لكن شو شغلهم كثير سهل. الله يغيرك بالكتر يا ست لالي. اي والله. بس انت قلتي لي قبل شوي شكلهم مثل شو طالع؟ عش البلبل. مثل عش البلبل هيك هيك. شوفوا حبايب قلبي مثل الخفين. قلت لك انا مثل الخفين ما هيك؟ بس هيك هيك عش البلبل. شغله كثير كان سهل والله وطيبين ان شاء الله. مش شكلك هالشكل. ايش 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 بالليل على يلا لنطلع لبرا على الحطبات. أنا بقول أكيد العدسات تنهنهوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الشيش ورك وزيته. ايه صحيح. بس باللبن بالعدس. بالعدس هي أكلة أجدادنا وستاتنا الله يرحمهم. آمين رب العالمين ويجعل مسكنهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ضو منه شوي مشان ما يطفرط البرغل. نتكمش برغلتون وبعدين بنرجع بنعمله. شفتيه؟ تعالوا افرجيكم البيوت يلي على الجبل. شايفين؟ تخيلوا العالم وين بتسكن هون بهالطبيعه يلي مثل الجنه. سبحان الخلاق العظيم. نحنا بواحد من البيوت اللي بيكون شكله هيك قاعدة من العمر. ما في حواليكم إلا روائح الأعشاب الطبيعية الطيبة مثل الحبق والزعتر، وما بنسمع إلا من تحت صوت النهر. يسلم لي القرفة يسلم لي. اعتبريه قرفة. بدنا ناخذ صبيره من عند مريم ونروح نزرع. هلا لها شلوش هون وهلا بس حطي اطرب ترجع بتعيش. ترجع بتعيش يلا باذن الله. شوفوا سبحان الله اكل الشروش تاع الصبيره. سبحان الخلاق العظيم ما شاء الله. لا تحطي ايدك يا ميمي بتشوكي. هات لما نحطها بالكيسه. ايه. كيف هي. ايوه هلا جزاك الله الف خير. هلا وصفة الكبة الحيلة بدها توم، توم ني وبدها نعناع يابس. بس شايفين لون القطرميز النعناع يا جماعة؟ لأنه مشمس لون. الله يبارك. ليكوا لون النعناع ما شاء الله. الله يبارك. هذا شغل أرضيتها لأم حسين. مجففتهم بدون شمس عشان هيك لونه محافظ على خضاره. اخو بنامة. ايه حطينا قشرة توم تحت الهيدا. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا حدا مجرب هاي الأكلة من قبل اكتبوا لي بالكومنتات. أنا من محبين هيك وصفات. على فكرة فينا نفس الوصفة بدل ما ننزلها بالعدس المستوي ننزلها باللبن المستوي لبن الزبادي. والوصفة هي زيتك كمان بدل البرغول بتحطوا معكرونة. بدل البرغول؟ بدل هيدا كبة الحيلة كبة ايه؟ البرغل الدقيبي بنحط معكرونة. هي وصفة ثالثة. صدف أو هاي الكوية أو المعكرونة اللي بيجي على شكل صدف. أيوة. يا الله من ألذ الوصفات. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. شوفوا لي لونه على الشمس. شوفوا لي لونه. شوفوا لي اللون. ليكوا كل حبة وإختها على فكرة ما بيفرطوا الحبات.
بيضلوا محافظين على قوامهم. بس اهم شيء اول ما بننزل الكبه ما نحركها، نتركها شوي بعدين نحركها. ايه ايه معناها عنين هي بس مع كذب روبي حمصه توم كل هول ومن دون طعميه. ايه اطيب يا ميمي. ميمي بدك تذوقي هلا هالوصفه من تحت دياتنا لاول مره. انا اكثر حمصيه. لا قد ما بتدعي بيقدروا يحمصوها بس كمان ناي افيد. ما بيحمصوا بس مع الكذب رايي. هلا اللي بيحب يحمص الثوم، يعني شو يعني يحمص يا جماعه؟ يعني يقلي 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 الثوم بمقليه مع شويه نعناع كمان بيقدر. بس كمان هيك انا حتى للكوسه بلبن والشيش برك هيك انا كمان ايه بحط الثوم ني ما بقلي. بضل طعمته احسن نكهته اقوى. صح. بسم الله. هيك هلا بين لونه شفتي؟ الله يبارك. شوفي كيف خضر ان شاء الله. اوكي. وطبعا شو بيلبق لهالوصفه؟ تكون حامضه. شو بنحط لها؟ دبس الرمان. بنحط لها دبس الرمان، هذا دبس الرمان شغل البيت يا جماعة. داست إناف. كمية الحموضة على حسب ما أنتم قد إيه بتحبوا. حسب. هلا بدي حركة صغيرة مشان يغرق كل الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله طلعت الريحة. ريحة الثوم والنعناع ودبس الرمان والعدس الاسمر. الريحة يعني شو؟ اوه يعني بدنا ندوق. لازم ندوق. يعني هذا الصحن جاهز. يلا. عبي لي شوي ودوقي لو تعطينا رأيك. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. هلا نحط شوية صوص. كده الصوص ما شاء الله. ما شاء الله بيشهوا القلب. هذا الصحن كتلة من القيم الغذائية، مليء بالقيم الغذائية وصحية وطبيعية وألذ من هيك ما في. والناس الفيجيتيريان يعني اعتمدوا هاي الوصفات تنبسطوا بتاكلوا شي طيب كتير. اكسترا دبس الرمان هيك على الوش. أنا بعرف رح شهيكم وصفة كتير سهلة، قوموا اعملوها ما بدها وقت وما بتغلب وبإذن الله مكوناتها متوفرة في كل بيت. الله بسم الله الرحمن الرحيم. رهيبة. مش معقول شو طيبة. مش معقول شو طيبة. مش معقول. الله رهيبة يا جماعة، يعني بتاكلوا صحن واثنين على كتر منها خفيفة وطيبة. فهون حبايب قلبي أنا رح أنهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو واستمتعتوا واستفدتوا. لو طلعتوا بمعلومة وحدة أنا رح كون رضيانة. آخر شي رح أقول إني بحبكم كتير وملتقي معكم عبكرة بإذن الله بنفس التوقيت. بحبكم كتير. باي. هولي من أرضيات لميمي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فريش. هاد لفرجيكم وحدة من الألاف إلى الياء كيف بتتقشر. شوفوا شكة الشوكة بالنص كلياتنا بنعرف تقشير الصبر. الصبار قد ايه صعب بشوك الإيدين. ليكو أقل من دقيقة أو أقل من 20 ثانية. عن جد الله يعطيكي الصحة والقوة يا ميمي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ها؟ ها؟ شوك. شوفوا هالألوان. أخضر وأصفر وأورانج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الوادي هون مليان شجر صبر.
في ناس بتقله تين شوكي، في ناس بتقله صبار، كل حدا بتسمي شيء. كل حدا عنده مصطلح لإله. اسم الله اسم الله اسم الله. والطقس هون بارد، يعني الصبر اصلا بارد. بسم الله. قطر سبحان الخلاق العظيم، قطر 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 عسل.